مدانا يا جماعة. النهاردة رحلتنا في الباص تو فيو، او زي ما انتم شايفين ده الباص، ودي كده التورينج بتاعتنا في مانهاتن. واو، طبعا التور دي المفروض انها بتاخد حوالي ساعتين، بس طبعا ده في حالة لو احنا في الباص بشكل مستمر. ده طبعا دي هنا كده عربية اكل، ودي 90% بيكونوا مصريين، ومعروفة انها بتكون اكل حلال. فبالشكل ده هنلاقي كتير يعني. طبعا هي الشمس طلعت، بس برضو لسه الجو برد بصراحة، ف كويس ان في شمس حتى بس نحس بالدفى شوية يعني. طبعا وكان الافضل ان انا اصور من قدام، بس للأسف ان قدام العدد مكتمل فصعب شوية. كمان المايك كان المفروض اجيبه معايا، للأسف برضو كمان نسيته. فيلا هنكمل الرحلة و هنشوف يعني. بصراحة لا، دي أول مرة أعمل التورينج بتاعت الباص. طبعا وقفت التصوير لأن كان الباص كل ده واقف لي صورة، فرجعنا نتحرك مرة تانية. طبعا دي مكتبة نيويورك، ده مدخل المكتبة. طبعا احنا يا جماعة بدأنا الرحلة بتاعتنا من التايم سكوير في مانهاتن.
كده المفروض ان احنا رايحين على بروكن بريد.
دي بروكلين صح؟ نعم. دي كده الجنب التاني بروكلين؟ ده بروكلين. ما يفصل دي عندي المية. تمام. ده اليونايتد نيشن. ده اللي بيجي بقى الزعماء. ده مبنى الأمم المتحدة يا جماعة.